بسم الله، لو انا عايز اعمل تسليح سواء للبيم او للكولوم هاخد سيكشن، لازم يكون قاطع في الشكل نفسه اللي انا هعمل فيه. تمام، ادوس رايت كليك اقول له جو تو فيو، كده انا موجود في الشكل. عايز اقول له ريبار، اقول له ريبار اهوت. تمام، في مفروض هنا كمان تظهر، لو ما ظهرتش باجي هنا اروح دايس فتظهر معايا، ابدا اختار الشكل اللي انا عايز اعمل بيه التسليح. في اشكال كتير موجوده. تمام، هاجي هنا ابدا احط اللي عملها معايا، هو جاي بالشكل دوت. ممكن انا اكون عايز اعمله عمود على البيم، هقول له بارل تو كفر. تمام، ممكن ابدا احطه بالشكل دوت، او اقول له بدل ما انا عايز سنجل، لا ده انا عايز فيكسد نمبر، عدد ثابت يكون مثلا 3. فاجي هنا الاقي ظهر معايا الـ3 اهوت. تمام، اقول له لا انا عايزهم بمسافه ثابته. تمام اهوت، اكتب المسافه اللي انا عايزها قد ايه، ابدا اختار اني طريقه اللي انسب معايا للشغل، وابدا احط الريبار معايا. تمام، نفس الكلام برضو لو انت عايز تتعامل مع عمود جو تو فيو، هتبدا تشوف هل انت عايز تعمل الريبار بأي طريقة. نفس الفكرة هيت، تبدأ تختار أي شكل الأنسب معاك وتبدأ تحط التسليح بتاعك بالشكل دوت. طبعا في طريقة أسهل من كده، عبارة عن اكستنشن بنشتغل عليه وهنشرحه إن شاء الله بعد كده، اللي هو إن أنا ممكن أروح أحدد مثلا عمود وأجي هنا في الاكستنشن اقول له انا عايز اعمل reinforcement للكولوم او البيم او الفلور او اي عنصر انت عايزه. بيديك اختيارات كتير جدا. لا دي مهمه قوي 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 لاي مهندس شاي، لان هو بيخليك مثلا تصدر الاوتوكاد ستراكشر ديتيلنج، فتعمل التفاصيل، تعمل الستيل كونكشن، الموديلنج، الاناليز. الاداه دي يعني بتدي قوة أو ريفت ستراكشر تقريبا يعني مثلا يمكن النص مثلا. تمام، السريع يعني هنشرحها. الجيومتري، البارس، تبدأ تحدد هتختار أنهي بارس تشتغل عليه، هتهوك، هنعمل هوك في التوب ولا في البوتوم ولا مش هنعمل خالص. النمبر اوف بارس، انت عايز كام بارس موجودة معاك. الستريبس، الدويلز، الرينفورسمنت اريا. ممكن تيجي تختار هنا الشكل اللي انت عايزه للدويلز. تمام، ان شاء الله نشرح الأداة دي في فيديو منفصل، بس دي حاجة سريعة. طبعا الأداة دي أدق بكتير من الريبار العادي زي ما انتوا شايفين.